المنتجات الزراعية أيها السادة المحلية هي إحدى ركائز منظومة الأمن الغذائي الوطني التي تعمل الدولة على تقويته، لما تشكله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الكويتي. رفع الكفاءة والاستدامة الزراعية في البلاد يأتي من خلال دعم المنتج المحلي والمزارعين الكويتيين وبذل كافة الجهود لتذليل المعوقات التي قد يواجهونها. تعزيز الأمن الغذائي الوطني لا سيما المنتجات الزراعية الكويتية يأتي من خلال دعم الإنتاج الزراعي المحلي على المدى الطويل، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير ونمو أعمال الزراعة في البلاد. شفنا شيء مشرف بالنسبة لديرتنا، يعني شيء يعني ما توقعنا، الإنتاج المحلي الكويتي أنه معروض في ساحات في مزارع العبدلي، واحنا ان شاء الله راح ننقل الفكره هذه من مزارع العبدلي الى مزارع الوفره، لان انا بالاساس مزارع بالوفره وجايين بالدعوه من اخواننا رابطه مزارعين العبدلي. دعم المزارعين الكويتيين لتحقيق المزيد من الامن الغذائي ورفع الكفاءه والاستدامه الزراعيه الهدف الاسمى للجميع، مع بذل كافه الطاقات لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين. وفخر لنا اليوم بان نرى شباب كويتيين وأصحاب المزارع يقومون بهذا الاكتفاء الذاتي، وشفنا إحنا وقت الجائحة شلون كانت تعاني الدول من الكثير من المنتجات. الشباب اليوم الكويتي أصحاب المزارع أثبتوا وجودهم. السوق هذا وفر على المتسوق، وفر على زائر العبدلي، ووفر على أي كان جاي يبي يسعي إلى خضرة طازجة من المزارع، بدل ما يطق باب المزارع ويدور مبتغاه، حنا وفرناه بهالسوق. داعين أخواننا بالعبدلي، وشفنا الشيء ونتمنى أن يتكرر عندنا ونسويه في مزارع الوفرة، وصراحة شفنا شيء يثلج الصدر. ومشكورين وما قصرتم يا رابطة العبدلي، وصراحة المجهود هذا يثلج الصدر كل مواطن كويتي أو مقيم على هذا البلد، لأن اللي شفناه من إنتاج من خير هذا البلد. الجهات المعنية تعمل على قدم وساق في دعم المنتجات الزراعية المحلية والمزارعين الكويتيين وتحفيزهم على الإنتاج. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.